أزرف لون أحلى سوسيترز في الكون، أتمنى أن تكونوا بخير. ننتقل إلى الخبر. قبل ساعات من إطلاق الممثل أليك بولدوين النار على مصورة سينمائية أثناء تصوير فيلم راست في نيو مكسيكو بمسدس دعامة، خرج 6 من عمال التصوير في المجموعة للاحتجاج على ظروف العمل. أصيب مشغلو الكاميرا ومساعدوهم بالإحباط بسبب الظروف المحيطة بالفيلم ذي الميزانية المنخفضة، بما في ذلك الشكاوي المتعلقة بساعات العمل الطويلة، التنقلات الطويلة، وانتظار رواتبهم لأيام. وقالت المصادر إن معايير بروتوكولات السلامة في الصناعة، بما في ذلك عمليات التفتيش على الأسلحة، لم يتم اتباعها بدقة في موقع التصوير الذي تم وضعه بالقرب من سانتا في. قالوا إن واحداً على الأقل من مشغلي الكاميرا اشتكى في نهاية الأسبوع الماضي إلى مدير الإنتاج حول سلامة البندقية. توقف الإنتاج يوم الجمعة في نيو مكسيكو، حيث قتلت امرأة عن طريق الخطأ، وأصيب الرجل أثناء تصوير فيلم راست. قال 3 من أفراد الطاقم الذين كانوا حاضرين إنهم قلقون بشكل خاص بشأن المسدسات المستعملة في الفيلم. أليك بولدوين لم يكن بيده حيلة، فقد قيل له أن السلاح كان بارداً، بمعنى أنه لا يحمل رصاصاً حقيقياً، ولكن للأسف حدث ما لم يكن في الحسبان، فقد أصاب مصورته برصاصة في صدرها وأردتها قتيلة، وجرحت الرصاص المخرج في كتفه ليتم نقله إلى المستشفى بسبب جرح بليغ. قال أحد أفراد الطاقم: كان ينبغي أن يكون هناك تحقيق فيما حدث، لم تكن هناك اجتماعات السلامة، لم يكن هناك تأكيد على أن ذلك لن يحدث مرة أخرى، كل ما أرادوا فعله هو الاندفاع، الاندفاع والاندفاع. قالت شركة الفيلم في بيان: سلامة طاقم العمل لدينا هي الأولوية القصوى لشركة راست برودكشنز وكل شخص مرتبط بالشركة، على الرغم من أننا لم نبلغ بأي شكاوي رسمية تتعلق بالسلاح أو سلامة الدعامة في موقع التصوير، إلا أننا سنجري مراجعة داخلية لإجراءاتنا أثناء إغلاق الإنتاج، وسنواصل التعاون مع السلطات في تحقيقاتها، ونقدم خدمات الصحة العقلية للممثلين وطاقم العمل خلال هذا الوقت المأساوي. وقعت المأساة بعد ظهر يوم الخميس أثناء تصوير معركة بالأسلحة النارية بدأت في كنيسة هي جزء من البلدة الغربية القديمة في المزرعة. كان من المفترض أن تتراجع شخصية بولدوين عن الكنيسة، وفقاً لملاحظات الإنتاج كان هذا هو اليوم 12 من التصوير الذي استمر 21 يوماً. أليك بولدوين في غاية الأسف وحزن بشدة، وقال إنه يقدم الدعم المعنوي لأسرة القتيلة، وكتب على تويتر: قلبي محطم لزوجها وابنها وكل من عرف هايلين وأحبها. تقول سجلات المحكمة إن السيد بولدوين تسلم البندقية من قبل مساعد مخرج أخبر الممثل أنه آمن. أصيبت السيدة هاتشينز المصورة السينمائية البالغة من العمر 42 عاماً برصاصة قاتلة في صدرها في حادث يوم الخميس في موقع تصوير فيلم راست إن سانتا في. عولج السيد سوزا وهو المخرج البالغ 48 عاماً الذي كان يقف خلف السيدة هاتشينز في المستشفى من جرح في الكتف، وخرج لاحقاً من المستشفى. ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث ولم يتم توجيه اتهامات. قال السيد سوزا في بيانه: لقد أحبطتني خسارة صديقتي وزميلتي، لقد كانت لطيفة، حيوية وموهوبة بشكل لا يصدق، وناضلت من أجل كل شبر ودفعتني دائما لأكون أفضل، صلواتي مع عائلتها في هذا الوقت الأكثر صعوبة، أشعر بالتواضع والامتنان لتدفق المودة التي تلقيناها من مجتمع صناعة الأفلام لدينا وسكان سانتا في ومئات الغرباء الذين تواصلوا معهم، لقد ساعدوني في شفائي. كانت هاتشينز البالغة 42 عاماً من أوكرانيا، ونشأت في قاعدة عسكرية سوفيتية في الدائرة القطبية الشمالية، درست الصحافة في كييف والسينما في لوس أنجلوس، كانت مديرة التصوير لعدة أفلام ناجحة، تركت زوجاً واسمه ماثيو وابناً يبلغ من العمر 9 سنوات. في راست كان بولدوين يلعب دور البطولة خارج القانون الذي حكم على حفيده بالإعدام لقتل عرضي. اشتهر الممثل بدوره كجاك دونجي في المسرحية الهزلية 13 روك على شبكة NBC ولأدائه لدونالد ترامب في عرض سكتش ساتردي نايت لايف. مثل هذه الحوادث على مواقع التصوير نادرة للغاية، غالبا ما تستخدم الأسلحة النارية الحقيقية في التصوير ويتم تحميلها بفراغات أو خراطيش تخلق وميضا ودويا دون تفريغ قذيفة. يذكر أنه في عام 1993 توفي براندون لي الابن البالغ من العمر 28 عاماً
لنجم الفنون القتالية الراحل بروسلي في موقع تصوير بعد إطلاق النار عليه بطريق الخطأ بمسدس دعامة أثناء تصوير مشهد موت لفيلم The Crow. أخبر أحد المصادر أن بولدوين البالغ من العمر 63 عاماً يتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع نفسه وإعادة التفكير في نفسه كما فعل خلال الأوقات الصعبة في الماضي. يقول المصدر: كان هذا الأمر مدمراً للغاية، هذه هي الطريقة التي يتعامل بها مع الأوقات الصعبة، عندما يحدث شيء سيء على المدى القصير فإنه يبعد نفسه عن أعين الناس. يؤكد المصدر لمجلة بيبو أن بولدوين كان هستيرياً وغير محتمل على الإطلاق لساعات بعد إطلاق النار. الجميع يعرف أن هذا كان حادثاً لكنه كان مدمراً تماماً.